كنت رايح في تنايا اخو ما كاش هم حاصلين دوكا ما كاش فاش نروحو دوكا كنا رايحين بيرتوتا يا اخو غلقوا ما كاش قالوا لنا ما كاش تاعنا والتعليم ما معناتها البارح خدام يدير حسابه اسكو لا يروح لما يروح اش يجي يخدم ما يروحش هذا هو بصح كيما درك جات حاجه سوربريز جي ما تصيبش فيها تروح جيت باش نحكم لو طخا قالك ما كاش لو طخا حنا اذا اليوم نقدر نصبر بصح اذا ايام بزاف تنضر دونك خاص مع دوك انا دوك نحبط محطه تاع المسافرين نقعد بالك نقعد ساعه نص ساعه شحال نقعد باش نلحق للدار. تم طرد 5 عمال يعني عندهم عائلات منهم امراه لاول مره تم فصل عامله في السكه الحديديه منذ الاستقلال الى يومنا. تم الطرد وفصل ممثل نقابي عامل واربعه اخرين او ثلاثه. المراسلات اللي بعثناهم الاداره العامه لحد الان مازال ما رجعوش للعمل تاعهم ويقول لك يعني تم فصلهم احتراما للقانون. لحد الان لجنه الطعن على المستوى الكراد على مستوى المدير العام مازال ما خدمتش خدمتها باش نعاود نرجعوهم. ضيق على العمل النقابي كذلك قضيه القروض الاجتماعيه للعمال المعوزين بعد السياسه التعسفيه الاداريه رايحين ندخلوا في اضراب كل اسبوع اضراب 2 او 3.